العنوان زي ما احنا شايفين النوبة حبي وعشقي، وفي المقدمة عملها الأستاذ سيد جمعة كاتب طبعا في الغلاف صفحة 6 صف وزرقة السماء والنيل. هذه زرقة السماء والنيل مشهد رائع جميل. ثم الجبال والتلال والبيئة الصحراوية بلونها الأصفر. ثم الثالثة مش لاقيها في غلاف البيت النوبي بتصميمه العبقري وزخرفته الخاصة. مش شايف غلاف البيت النوبي ورا الجبل فين؟ لا مش باين عشان الشغل المقدمة رائعة جميلة إلى كل نوبي يشعر بالحنين إلى أهلي، إلى أهلي وأحبتي وأصدقائي، إلى أمي وأخي وزوجتي وأبنائي ومن ساعدوني إلى الحين. بدأ بالإجمال ثم التفصيل. إجمال كل نوبي، أهلي أحبتي أصدقائي، ده إجمال. ثم انتقل إلى التفصيل، أمي أخي زوجتي أبنائي ومن ساعدوني إلى حين. بعد ذلك عمل مقدمة الأستاذ كبير اللي بيطلق عليه عقاد النوبة السيد جمعة، عمل مقدمة الفرق من الهجرة والتهجير. ثم اتكلم على لوحة الغلاف النوبة حبي وعشقي، واتكلم بعد ذلك على مين؟ على الأستاذ كمال كرباش. قال: لقد أجاد صياغة وسردا وصورا تعبيرا عن الألم النوبي ليضيف بكتابه إلى كتابات كلمة مش عارف أقراها صفحة 7 إلى كتابات مطبعة حديثة. وجاب يعني إيه؟ مطبعة حديثة إلى كتابات مجابة يعني إيه؟ في غلط إلى كتابات بأنواع مختلفة متعددة. الشباب النوبي وغير النوبي ما يعبر أن النوبة وانغرقت فالنوبيون والهوية والتراث واللغة النوبية لا زالت في غلطة إملائية أعلامهم مرفوعة تن في إبداعاتهم. واقتطع هنا إيه؟ بعضاً مفعول به مش بعض مفعول به من فقرات المحتوى بدعم إلى آخره. طبعاً مقدمة جميلة الأستاذ سيد جمعة. طبعاً في حوالي قلنا 33 فصحى و33 عامية و3 فصحى، لكن شايفين إن كل دوين عن الماضي الماضي الماضي. أرى الحديث كثيراً عن الحزن والحنين للماضي، النوبة اللي غنوها مش عايزينها ترجع، العمر ضاع والوقت فات واصبرنا على حالنا، شايف حاجة تنم عن إيه؟ عن المستقبل. لم أرى قصيدة للشباب وهم أمل المستقبل ونظرتهم للنوبة. معظم حديثكم كنا عن الماضي، المستقبل ليس خصما للماضي ولا نقيدا لتراثه. المستقبل ثمرة التفكير والقدرة على التحليل. صفحة 17 قصيدة حب في بلدي، هنسمعها من الأستاذ كمال كرباش. صفحة 17 قصيدة حب في بلدي. طبعا قبل ما أتكلم برضك عن الإخوة والأخوات اللي حضروا متأخرين، قدري ان عدد النسخ الموجوده معايا قدري مايك انها نفذت قبل حضورك، فانا بعتذر لحضراتكم وان شاء الله ربنا يجمعنا في الخير باذن الله، ويكون ليكم لقاء
ان شاء الله هعوضها لكم بدوان تاني غير الدوان اللي احنا بنناقش النهارده. قصيدة حب في البلد، وأتغزل كمان فيها. أول حبيبتي يا سمرة، سمار البشرة والطمية، النيل اللي كان بيجري فيها زي شريان من الخير، كأن القلب بيضخ الدم في واردها. حبيبتي يا بلدي، حبيبتي يا بلدي يا نوبة يا سمرة، سنين وانا عشت، والشوق قتلني، بشوفك كل لحظة، ومن امتى بتغيبي عن نظرة عيني؟ فضلت استنى تفوت الايام وسنين تعدي، واشوف الاحلام كلها بتكبر، وبلدي مش قادر افتح لها دراعاتي، واخدها وتحضني، واسمع اهات وصوت انين خارج من قلوب ولادها المتشوهين. الكل كمان حبها يمكن اكتر مني، الصبر خلاص نفد وكمان راح مني، ومش هقدر استحمل ابعد وتبعدي عني، خلاص انا ناوي من تاني ارجعي، ومفيش حاجة عنك هتمنعني. حبيبتي يا بلدي، حبيبتي يا سمرة، حبيبتي يا نوبة، ما أحلى عشاق، متشوقين يرجعولي ونقضي فيكي أحلى سنين عمري، ونعيد ذكريات حاجتها أسبابنا، أرض ونخيل ونيل وطين. يا نوبة استني ونادي، أكيد أكيد رجعت.